السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة صغورية الحرة. اليوم غادي نصايب بطاطا فريت اللي كتجي مقرمشة وزوينة بحال اللي كناكلو على برا. كما شفتوا عندي هنايا البطاطا الحمراء، انا كناخد بطاطا حمراء باش كتجي زوينة. من بعد ما نقيتها وغسلتها ودابا غادي نقطعها. كما قلت لكم انا كناخد البطاطا الحمراء كتجي زوينة في القليان، كتجي مقرمشة. كنقطعها رقيقة، ما كنقطعش غليظه، حيت الا قطعتها غليظه ما غادي تجينا مقرمشه. واصلا اللي تناكلو في المحلات على برا راه كيقطعوها رقيقه باش كتجي مقرمشه. وانا هاد الطريقه هذه خديتها من عند واحد الكويزينير ديال واحد الريستورا، هو اللي عطاني هاد الطريقه. قلت ليه بغيت تعطيني الطريقه ديال البطاطا فريت، وقال لي هاد الطريقه سهله سهله، يعني ما فيهاش شي تعب ولا شي حاجه، وكتجي زوينه بزاف. هاد الطريقه كنديرها بالنسبه للبطاطا ديال ايامات البرد، كتكون ما كتصدقش ليا في القلي، كندير لها هاد الطريقه هادي. اما بطاطا ديال الصيف راه كتصدق، يعني بلا ما نسلقوها حتى شي حاجه كتصدق. المهم كما شفتوا غادي نقطع هاد البطاطا كلها وغنرجع معكم نوريكم كيفاش كندير ليها. كما شفتوا انا قطعت البطاطا، غادي نغسلها غير بحال ما هكا غير مره واحده باش كيتحيد داك النشا ديالها، كيتحيد منها. غادي نغسلها ونعاود نصفيها ونزيد عليها الماء ونديرها تسلق. باش عليها الماء غادي ندير الملحه، غندير الملحه وغادي نديها فوق البوط. يلا كدير ديك الكشكوشه البيضاء هادي صافي، وغادي نطفي عليها على شويه هكا تطلع فيها الغليه، وغادي نطفي عليها صافي، وغادي نديها نصفيها. طلع فيها الغلية صافي، وغادي نصفيها. بسم الله الرحمن الرحيم، غادي نصفيها ونخليها تبرد شوية. صافي دابا غادي نخليها تبرد شوية، ما غاديش نقليها بحال ما هكا سخونة حتى كتبرد، حيت ملي كتبرد شوية كتبقى شوية سخونة ماشي بزاف، ملي كتبرد كتولي لاوية، كتولي لاوية شوية وكتجي مقرمشة في القليان، ما كندير فيها لا خل لا حتى شي حاجة، وكتجي مقرمشة. المهم نخليها تبرد وغادي نرجع معكم باش نقليها وتشوفوها كيفاش غتولي. يلا رميت البطاطا دارتها تقلى. البوطة ما خصهاش تكون مجهدة وما خصهاش تكون ناقصة، بين وبين ما مجهداش بزاف، حيت الا كانت مجهدة البوطة بزاف البطاطا كتقلى من برا كتحمر، وكتبقى من الداخل ملي كتحطوها كتلوى، ما كتجيش ديك التقرميشه فيها. ولا كانت عاوتاني البوطه ناقصه بزاف كتشرب الزيت، كما قلت لكم ما كتجيش مقرمشه واقفه وزوينه. المهم غادي نخليها حتى تقلى وغادي نرجع معكم وغتشوفوها كيفاش كتجي. البطاطا هي تقلات، شو ملي كتبقى البطاطا ما كتحمرش كتبقى في لونها صافي، هذا دليل على انها كتجي مقرمشه. دابا غادي نحيدها، غنجيب واحد الطبسيل اللي كندير فيه هذاك الورق ديال المطبخ باش كيشرب لينا داك الزيت، اولا كديروا شي شبكه ديال اينوكس، المهم ما ديروش شبكه ديال البلاستيك، شبكه ديال اينوكس. انا هاد البطاطا هذه كندير لها الطريقه في ايامات البرد، حما هكا كتكون بطاطا جديده ما كتجيش زوينه في القليان، ولكن ملي كندير لها الطريقه كتجي زوينه بزاف. ولكن ديال الصيف الا بحال دابا ملي كيكون الصيف كتكون ديك البطاطا كما كنقولوا ديال الفريغو، بلا ما كنديرها لا نسرقها لا والو، غير نجردها وكنلوحها في المقله كتجي زوينه. هذه كما قلت لكم ديال البرد هي اللي كندير لها الطريقه هذه. غادي نكملها في القلي ونرجع معاكم. غنوريكم بعدا هذه كيفاش كتجي، واش كيبان لكم؟ شوف راه كتجي مقرمشه، كتجي مقرمشه واقفه بحال هكا،
كتجي مقرمشه وزوينه، وكتبقى شاده داك اللون ديالها زوين، كتجي مذهبه، ما كتجيش محمره بزاف. شوف كيفاش كتجي، كتجي زوينه ومقرمشه. غير ديروا هذه الطريقه، بزاف الناس كيديروا هذه الطريقه وكيديروا معها الخل، انا ما كنديرش الخل، كندير غير الطريقه بحال هكايا، وكتجي زوينه بحال هادشي، كتبقى واقفه وزوينه. هادي البطاطا فريت اللي قليت معاكم، راه كتجي زوينه بحال ديال المحلات. شوفوا بنتي كتاخذ منها كتجي مقرمشه وزوينه. كنتمنى الفيديو يعجبكم، والى عجبكم كما العاده ما تنساونيش بلايك واشتراك في القناه، الضغط على جرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. خليتكم على خير وتلقاو الخير ان شاء الله. السلام عليكم.